ماتش اتلتيكو مدريد وليفربول لما احتسب الحكم الالماني ركله الجزاء اللي هي الثالثه لصالح ليفر جت والفار بيقعد يركز واكدوا على صحه الايه القرار واحتسبت تمام. لما جت ضد ليفربول الحكم مستني قرار من مين من الفار ياكد له يا يا لا. لو تلاحظ الاعادات بتبين لك انه قراره مش صح وهيروح يشوفها. لما تبص الاعادات بقى مين اللي بيطلب الاعادات وبيشوفها؟ اللي هو الحكم الفار حكم الفيديو. اذا النهارده انا اللي كان يهمني الامر ده في اللعبه دي تحديدا احنا في الصوره اللي احنا شايفينها بالشكل ده بالوضع ده لا وجود لركله جزاء لا وجود لركله جزاء لو ايه بقول اللعبه اللي هي دي ايوه يا كابتن من اللي هي مش مثال زيزو الثانيه اللعبه الثانيه انما يا كابتن انا بتكلم على اللعبه الثانيه لا خلينا اللعبه الثانيه سمجناها دي ايه ركله جزاء طب هنا دي خطا حكم ولا حكم فيديو هنا بقى ما هو ده اللي انا عايز اقوله هل في عنده لقطه ثاني تبين ان هو ما فيهاش مخالفه ما ده اللي انا عايز اقوله يا كابتن ماشي هو ده اللي يهمنا انما دي ركله جزاء لما تحسبها لنادي الزمالك بالزبط. اوكي نشوف اللي